قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة بدأت بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة الباجور البحرية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة الرونق الحضري والجمالي للمحافظة. كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الباجور، مشددا على تسريع وتيرة العمل وتخفيف الجهود لإنهاء الأعمال وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة.